أني نوراير ميساك. فتحنا مشروع بيوتي هاوس بدهوك، مشروع يضم مجموعة من الوكالات العالمية. طبعا فتحنا هذا المشروع بالتعاون مع قرايبي ابن خالي أبو شاهين اللي هو صاحب الفكرة، وعن طريقه بدينا جبنا الوكالات العالمية دخلناها لدهوك. بيوتي هاوس يتضمن مجموعة من الوكالات العالمية اللي منها وكالات فرنسية، عندنا وكالة جلي مارد العالمية، ثالث شركة أطور بالعالم، وعندنا وكالة هيلو ناتشر للسيرومات، وكذلك عندنا وكالة المواد المغربية، مواد طبيعية 100%، إضافة إلى دخلنا الآن مجموعة العطور العربية، مجموعة عطور كهرمانة وبرستيج وروح العود. محلنا بيوتي هاوس يصير بشارع كيارو مجاور بيانكو ستايل. نتشرف بزيارة الزبائن ونشكر قناة عشتار تغطية حفل الافتتاح.